الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم أن يقول كل نفس نفسي أما بعد فأيها الأحبة فإن كلمتي مع حضراتكم في هذه الخطبة في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذا المكان الطيب المبارك الذي أسأل جل في علاه الذي جمعني مع حضراتكم مع هذه الوجوه المنيرة بنور التوحيد والإيمان أن يجمعنا دائما في هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله جناها بعوضة على طاعته وفي الآخرة مع خير خلقه إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة لكل مكان مقال فنحن اليوم في اليوم 29 من شهر ذي القعدة وبعد أيام يومين أو يوم سوف نستقبل شهر ذي الحجة الذي أقسم الله بأيامه في محكم التنزيل قائلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال عز من قائل واذكروا الله في أيام معلومات قال عبد الله بن عباس أيام معلومات هي أشهر الأوائل من شهر ذي الحجة مصيبة جل بتد بباو يتد أو يتد الله دعانو قرنا لتقيفه صلى الله عليه وسلم كان كوي بينغور مكو نفو الصحابة بمكو اكلا وندو الاول بيدو هندكو نوغي اجيتتي ما نوغي اجيني كو يتكون صبر دونكين ender balle didi ma nyallal en jabboto lewru wietenu dun donkin lewru sakkitoro nun ender hitane ne ko ndu lewru do woni ko Allah wondini kan der alquran o inni wal fajri wal layalin ashrin e sappo arane donkin o inni do ko go wazkurullah jante inde Allah fi ayamin ma'lumat e nyaldi andadi din firobe qur'an ben ko be wi ko sappo arane den ka donkin woni ayamin ma'lumat فأيها الأحبة الله سبحانه وتعالى قد أقسم بهذه الأيام لأزمتها وإذنها وقدرها عند الله عز وجل الله سبحانه وتعالى أعوان ريد بلد سب مون قول مجي اتد قول مجي اجوغ قول مجي فلر كمك سبحانه وتعالى الله أعوان ارتاهون دي هرقهون دي نيناني وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه لنا حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهم ما من أيام العمل الصالح اسمعوا معي هذا الحديث ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام وكذلك حتى أيام رمضان نعم حتى أيام رمضان أما الليالي فأشر الأواخر من رمضان أفضل الأيام أما الليالي النهار فهذه الأيام كما جاء في هذا الحديث ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني أشر ذي الحجة من هذا الشهر الأشر الأوائل من شهر ذي الحجة نلاء صلى الله عليه وسلم بماكي حديث مفيد دون ابن عباس وعلى وجه الارض ان الله تجد ان يلا ان يونت ان
sappo wonde arde do sappo arande do ayyala sallallahu alaihi wasallam makidun do istaghraba sahaba sahaba ngalli qalu ya rasulullah sallu al habib inni ku ayyun la do alla wala jihad fi sabilillah hay wado gol jihad fi sabilillah ko do buri e mojjude fa qala al habib al mustafa صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى والجهاد في سبيل الله هاي وادو يقول جهاد في سبيل الله كو دي نيال دي دو بوري اي موديوته استثناء قال الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك شيء او كما قال عليه السلام بما في وسيمون هارا ko gorko o yalti ni wonki makko o yalti e jawdi makko ni fop o yehi wadde gol jihad fi sabilillah har kanko o jawdi makko ni wo hay e hunde artane o lo tumbuji jogagol baraji e di gollo e der de balde sappo ko wiyete ko sappo arani dogi ayyuha alhiba ba'da ma sami'na hadha alfadl alazim الذي يجب علينا أن نغتنم الفرصة وأن نحيا هذه الليالي فما هي الأعمال التي يستحب أو أحب القيام بها في هذه الأيام يوني بيناني دو قد يبال سابو أراني دون كين دو أوري موت يودي وغنون يقول لي جيهانو دين ودوغل اندر يبال سابو أراني دو أولا من أحب الأعمال في هذه الأيام التوبة والرجوع إلى الله وأن يكون التوبة توبة صادقة بشروطها قل الأرنا نغنغل هان ودك توبك رتوك ألا حرك توبو بيلاقل خالصا لوجه الله توبا رتو لا ألا أورني لا هتان فوق لور سكتر ننير هتان ألا متوبي مرتك كما متوري كما يافل أنبكا توجي أن إنفق njandi fandi suudi feñi ko mi andi fi mu nganda fi mu mi yiltota ko e mudum hadha huwa al amal al awwal alladhi yajibu alayna an naquma bihi fi hadhihi al ashr al awail min shahr zil hijja at tawbah wa ruju' ila allah saniyan ayyuha al ahibba as siyam horugol yaqulu nabiy sallallahu alayhi wa sallam man sama yawman fi sabilillah zahzaha allah wajhahu anin nar bidhalika al yawmi 70 kharifa وفي رواية باعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 غريفا أو كما قال عليه السلام وكلو دين هورين كاري دي بالد سابورو دي فاق مجينو مو يهورغو نياند غو دونكين ها نياند جيني نياند سابون هورا هاتو ما يوتو داك ايدي تجا تجرا ليا ما انسي تبيكوا اتو ليا سامراكو اترا ليا سا ارتيكا ايدي انسي نون تجا هريكو براجون كو ودهما ثالثاً أيها الأحبة القيام قيام هذه الليالي بالنوافل والتراويح أن تقوم ولو بنصف ساعة أو ساعة أو بربع ساعة من الليل بنية صادقة خالصة إحياء هذه الليالي نافق الجمة حيث تيكو لير غوتو سينيويك ما 30 منت ما دون حيث تيكو انكار دير 15 منت ndo juula jemma wondude anniye ko wurnitugol e balde sappo arane ka donkindo wasalisan ayyuha alahibba ba'da at-tawbati was-siyam wal-qiyam kasratu adh-dhikri wazkuru jantodon inde allah allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim jantagol inde allah min at-tahlil والتكبير والتسبيح والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الاستغفار ينتقل إن بي الله ويقول سبحان الله ويا الحمد لله ويا الله أكبر ويا لا إله إلا الله ويا لا حول ولا قوة إلا بالله ولا أستغفر الله وأتوب إليه هبنا يجول إن لا صلى الله عليه وسلم كثرة الذكر بأنواعها في هذه الأيام وبعد ذلك أيها الأحبة الإكثار من الصدقة
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ أو كل عبد تحت ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين العباد هبينغول إتغو صدقة أنرد بالد سبورو نلال صلى الله عليه وسلم ماكي kala jiyaado o wono yayi e ley dowdi sadaka ko itti kom embere mudum kanyalaade dargal hatuma gayna nyaawede hakkunde tagefo ngo no sagara no sadaka ma on duudiri wo ko non kadi dowdi ma ndin duudiri wita yawmal qiyama wa kama qala alayhi salam wa min bayni sabwa alladhina yudhilluhumullah tahta dhilli arshi yawma la dhilla illa dhillu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma anfaqat yamiru no tawa en jeedi dobe dowdi noyteebe ka lay dowdi arsi alla nyande tawata dowdi wala suna dowdi makko ni goddo ittudo sadaka o suudi sadaka on hara jungo makko nanongon andari ko nyaamo gon okketiri wa qala ta'ala wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum limadha liwajhi llah لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فجزى الله الإخوان الذين يتبرؤون ويقدمون الصدقات وما نحيي به هذا المسجد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعل جزاء هذا في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يالله يبوك لهم والتالي fi nokko do fi julede ne no de wurira ko wombe addude fere ko wombe addude jawle ko wombe addude materiel ko wombe gollitirde doone mudun de yo Allah yobu fo ko buri moddide joddi o marana on ka bonata ton nyande tawata jawdi e biddo nafata sina on ardo kallay berne hisunde sirko musibe julbe teddube aro yey e zaman goddo rondo saaku euro saaku dollar saaku kange e kalis hala mo rondi di mo jindude e hore laawi din o hebata hay goto ko jabanama har hay goto hata njira وبعد ذلك أيها الأحبة ومن بين الأعمال كثرة قراءة القرآن ولو خدمة واحدة في هذه الأشهر يبين بجنب القرآن لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحرف بأشر حسنات يبين بجنب القرآن تيني ألف لام ميم ثلاثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتاتى فيه له أجران إلى الله صلى الله عليه وسلم ماكي أن جنجي القرآن هرمو متريز مواندي قوني ولدكم مواندي مخارج الهروف مواندي معناء مواندي أحكام التجويد مع السفرة الكرام البررة وكانكو جبريل إميكايل أسرافيل ملك الموت kaka ben do wono yoko don o wono ita amma jango qur'an haramu uttu ettenno fi kono himo jangude alla yobaymo dubol falahu ajran mo mari baraji ko jang ko jangi ko mo wari baraji ko tampi fi jangu gongol kati wa ba'da zalika ayyuhal ahibba wa min bayni al a'mal allati yajibu alayna an naquma biha fi hadhihi al ayyam silatur rahim يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزق وينشأ له في أثر فليصل رحمه وفي رواية فليبر والديه ويصل رحمه نلا صلى الله عليه وسلم ماك قول لدي واتن انك دير بالك جوكو قول اندان نيامين قول ويلابي وقفون دوني لفوتك ميجاد بما بك كهونتو بحبت كيلو تيو غوتو كو بنيامين اكوي مات بنيانديت musibe julbe teddube hida andi ben ittambe de maintenant fuddo do nabanaabe 50000 francs dum ko 5 euro goto inna o soda e kilo tiw ay sabe dado da 5 euro san euro don ko ciudi gel woni ko nyammin da musiddo sa yaba ta san euro 50 euro ay bi ciudi gel ko fandi
ay bayron ciudi sappo mo be nyama aliyati maho miskino e tampube hara be nyamiri te woka lutti hitande arore kati hara ka woni sabbu dun do wo afdal saga abdul rasul fi qalbi akhik tawala ko de saka de nadata welo welo e bernde musi do mara bi andi joni do men tan be woni garanti heba kilo tew wallahi ko do antuma do ko do yata ka bo hebingol itugol sadaka be daru sallallahu alaihi wasallam maki wo kala on fala do yo alla yenyamo arsike makko o daydana mo balde makko de yo ko en am o digana nene e baba wa min bayni al-amal aidan kazalika birrul walidayn igangol nene e baba e de balde do ha be fa yito komple mo be borto nyande yiti e fande mabbe de tigawol fop komple fop kono ha wodi pe na be inne joni o yawani mo do la alla nokor ma fere jonnube be heba komple keso juldere be julde be hebu komple keso mo be borno alla no jonnuma ta yettu di mbodi walina do e compte ji anda ko ni tuma mayata anda ko mo nyamo itadi bawma holti yumma ma e babemma holti sonnaaji ma on e faybe be yobe borno kesi nyande julde do tawa e sunna ne la sallallahu alaihi wasallam borna gol cionci kesi labadi laburi fotudi nyande julde do non fa ayyak yumma ma holtimbe hara dun do woni prefewndo do haysi be inni goddi no wodi nabu alla lonti nante ankadi ga bibbe ma be men holti be holtino yaybe ma nyande hewtam ma ka hewtani mawbe ma ben do birrul waliday ridar rabbi fi ridar waliday wa sahatur rabbi fi sahatul waliday tikkere alla ne no tikkere mawbe bendi do yarluye alla on kahino yarluye mawbe ma be men dondi do si nene ma e bemma no weltanima andu alla no weltanima si tayibe tikkamma ibe seytinama andu alla no tikkamma himo seytinama o ha jaga ko rewatama o ha jaga ko itata sadaka welti mawbe ma be wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya jomi mon de nyaawi ko satti wo ko satti wata o rewsi wona kanko wa ba'da zalika madha qala rabbuna wa bil walidayni ihsana nene e baba ko ya mojjo e mabbe be inaari tigidi gongo betu wona sabu ha be rewa ko ya mojjo e mabbe kala ko be hato jini e gurnam mabbe fotuda yawgol e otowal naatugol e suudu bornagol cionci nyaamugol nyaamete be wada ko be faala ko alda yeddugol alla ko wajibe hore ma ko woni ihsana foro naato de derdo mo be me yondaru ngerma be yumma mum e bemmu fi da nabido 50 euro be nyaami kum mabbe senditi ko ngerma be hore dun non a tawo yey don alla ankadi bibbe mabbe jandaay ko don be rewno yeyma tentini ne ene jodi be rop be naboyte do garde nord a wonay don clochardjo ma si a dadi ha be naboya ma do maison de repos walo roya ton si wona dun a wonay clochardjo do sabu ko lettuda yumma ma e bemma ko wullinda bernde mabbe kon yalla dandu e yafo en wa ba'da zalika ayyuha al-ahibba al-islahu bayna an-nas fi hadhihi al-ashr al-awail min shahr zilhijja mojjin tingol hakkunde yimbe sa andi yimbe no habi doga wada demarche ha dun do marsa abdullah ibn abbas wi nemi dogata fi haju musiddo an olati olataaki ko dum buri lam mojjande ko dum juri jogade baraji e diinde bi ufinoto lewruma hitane ka julirdo ne laado sallallahu alayhi wa sallam wa kazalika aidan qada'u hawaijin nas man kana fi hajati akhi isma'u iza ila hadha alhadith man kana fi hajati akhi kana allahu fi hajati man arada an yakuna allahu fi hajatihi falyakun fi hajati akhi kala fala do yalla wunu e hajuma yo allah huntane hajuma yo allah on surre yo allah on fewne huntu haju musiddo ma juldo surru juldo musiddo ma juldo man satara musliman satarahu allah fi dunya wal akhirah wa man naffasa an mu'minin qurbatan min kurabi dunya naffasa allah anhu qurbatan min kurabi yawmil qiyamah kala ittado musiddo mudon juldo bittende e ande e sonja ka adna do an alla ittano ite sonja e bittere e ande yawmal qiyamah hara ko tom wonda ko burda e hato jinde wa ba'da zalika ayyuhal ahibba wa min bayni al a'mal aina kazalik al udhiya liman indahu al istita'a la yukallifuka akthar min 200 euro aw 250 ala al aksar
أقل شيء وخاصة في البل في في بل في بلادنا ممكن 150 أورو يكفيك الأضحية. هاي تقبل سكي ثورنين يقول ده حانو ده ودده دين كويت تقول ليه إتن كهك كلمة ده ون ما فايكون إتة تليه كويت تليه ككل مرة فيه وكل مرة جودي كويت تليه وصلي إتة تقول ليه وتو يارو كمان وني تتم من الجول ببين تو يارو كجولير تو يارو هكون الجول ببين فو بس كي كونت لو أنيانو أنيانو هو ريمورو ittugol layya 100 euro 150 euro kameden fulawa ko duudi yo ko duudi 150 euro yoni madammol an e be ngure manen fop wurube maybe fop natori do a jodi do europe e ngir hitande fop hida darni duplex hida jogi terenji hida jo nyawli ciudi salon ma on buri 5000 euro chambre ma on buri 5000 euro america compte ma wadi do fo a anyena e hore ma do 150 euro ittugol dammol layya ko wawata wonoyde sabu ko lumbino ma yawmal qiyamah sa salike dun do woni neddo anyando sa anyani hore ma haray wona goddo woni ko yidanta aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila kan abdullah ibn ubar wa aba hurayra radiyallahu anhuma kana idha dakhala alayhima al-ashr al-awail min dhilhijja kana yakhrujan ila al-turqat wa ila al-suq yuhalliluna wa yukabbiruna wa yusabbihun وكانوا يقولون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا هذه الأيام أيام التكبير والتهليل والتسبيح والاستغفار وكثرة الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مصيبة يتدعى كقطع من إتابه باوي يتدعى بعد سنين وروكتا ويتدعى الله nimini do en ko nema en toro ala yoto mun ne on burdu go e balle sapo pare guli tom o yetti abdullah ibn majid ibn umar radhiyallahu anhu e ba hurayra abdurrahman ibn sahr ad-dawsi radhiyallahu anhu wa an sa'id main si deddo balde nati ko be yalte no ka hore laabi haray habba yasubbu nino be insiro inna allahu akbar allahu akbar سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله هر يحبرك هور لوي كمرسي ييمبه بنو جوكبه هر يولو سيبك دولي وولدي انك دوندو هيو داني ان دي بالدي تو ييما دو وكيلو دير ديغولاي جو توبو غروتو سي دو اي هورغو تشورغو واتان دي بعد نافو جيم سي دو نافتا واو واو تو صدقه سي دو واتا كو دي بعد اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وأمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بار تفرقا معصوما اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى الذين يعملون ويقومون لإحياء هذا المسجد ليلا ونهارا من الأخ كمال والشيخ عبد الرحمن والفريق كله أن يجزيهم خير الجزاء الذين يقدم من مال وأكل ومأكولات ومشروبات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجزي الجزاء كله هذا كل ما تقدمونه لهذا المسجد في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسأله جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى واسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا استعين به عان أن يرزقني وإياكم بحسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وآبائنا وأمنا